أول تعليق من الملكة رانيا بعد وفاة الطفل عامر الهجاء. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. عبرت الملكة رانيا العبد الله عن مدى حزنها الشديد ومصابها الكبير بعد وفاة الطفل الأردني عامر الهجاء، وقالت عبر حسابها فيسبوك: بكل الحزن والأسى نودع الطفل عامر الهجاء وندعو لأهله بالصبر والسلوان وأن يجعله شفيعا لهم يوم القيامة. أصدقائي، لا تنسوا الدعاء لأهل الطفل عامر الهجاء بالصبر والسلوان، وأن يربط الله على قلوب والديه ويمنحهما الصبر على مصابهم. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.